لأول مرة في الأردن يقام معرض للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان فيندكس 2014 بتنظيم من الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية. اليوم نفتخر أن يكون بيننا أصحاب النفوذ والقرار في تطوير الصناعة العربية في الأمن الدولي العربي، وكذلك في تعزيز الشراكة البينية بين دول العالم العربي من أجل إيجاد مناخ أكثر فعالية وإنتاجية من أجل تحقيق السلامة الدوائية العربية، وكذلك تزويد المستهلكين للدواء بمنتجات دوائية ذات جودة عالية وانسيابية وشمولية لكافة الأمراض خاصة الأمراض المستعصية. يعقد هالمعرض بالتزامن مع المؤتمر السابع عشر للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية، وبمشاركة واسعة ومميزة لشركات الصناعات الدوائية على المستويات المحلية العربية والدولية. It's always a pleasure doing business in Jordan. We have been doing business in Jordan for the last 4 years. We understand the potential of this market, and this was an opportunity, welcome opportunity provided to us by AUBAM. So we thought of exhibiting our products, have a more reach, because Jordan traditionally attracts customers from Libya, from Syria, from Lebanon, from Palestine, and all those areas. That's one place under one roof we can meet customers from 5 different countries. So that is one of the reasons why we participated, and we are really hopeful that we'll make a good business here. من خلال المعرض والندوات راح يتم تسليط الضوء على آخر المستجدات العالمية في الصناعات الدوائية ضمن قطاعات عدة، منها المكونات الصيدلانية، المواد الخام الفعالة والغير فعالة، وتقنيات التعبئة والتغليف المبتكرة، بالإضافة للآلات والمعدات الصيدلانية وتكنولوجيا الاختبار والفحوصات والمعاينة. أهمية أولاً انعقاد المؤتمر بيجي يأتي لغاية دعم الصناعات الدوائية العربية، أصبحت متطلب من متطلبات الأمن الدوائي العربي، لابد من دعم هذه الصناعات. الأردن دولة رائدة تعتبر في الصناعات الدوائية الأردنية، حيث تم تصدير الدواء الأردني إلى أكثر من 68 دولة في العالم. الأردن طول عمره كان بالصدارة، وإحنا من واجبنا أنه نحافظ على هاي الصدارة. الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية هو في الأردن، ولأنه في الأردن لازم دائما أنه الأردن يكون فعلا المثال اللي يقدم الأشياء الجديدة والتكنولوجيات الجديدة للبلاد العربية. ومن بعد النجاح المتميز للمعرض قرر أن يعقد سنويا ليكون بذلك المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة. أحمد الكيلاني، رؤيا.